السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا أعزائي الأطفال. اليوم إن شاء الله سوف نتعلم كيفية تشكيل الحروف عند كتابة أي جملة أو فقرة على برنامج الوورد أو على برنامج الدفتر. عند تشكيل الحروف نقوم مثلا كتابة حرف الألف المهموز من همزة إلى أعلى، نقوم بالنقر على زر شيفت مع حرف الألف فيظهر لنا ألف مهموز من همزة إلى أعلى، زي كلمة إيش؟ زي كلمة أحمد. تاني إشي ألف بهمزة إلى أسفل، نقوم بالضغط على زر شيفت مع حرف الغين، شيفت مع حرف الغين تظهر لنا ألف لها همزة إلى أسفل، زي كلمة إلى. الآن سنقوم بكتابة ألف عليها همزة عائمة، نقوم بالضغط على زر شيفت مع حرف الألف اللينة، همزة عائمة زي كلمة آلي. الآن تعلمنا على كتابة الهمزة من أعلى وإلى أسفل والهمزة العائمة، سنقوم بكتابة لام ألف عليها همزة إلى أعلى، نقوم بالنقر على زر شيفت مع حرف اللام، تظهر لنا حرف لام ألف مع همزة إلى أعلى زي كلمة الآمال. الحين نكتب حرف لام ألف همزة إلى أسفل، نقوم بالزر على شيفت مع حرف الفاء، شيفت مع حرف الفاء فتظهر لنا لام ألف بهمزة إلى أسفل زي كلمة الإحسان. الإحسان هكذا. عندنا كمان كلمة حرف لام ألف بهمزة عائمة، نقوم بالنقر على زر شيفت مع زر لام ألف. هكذا يعني اليوم تعلمنا على الألف مهموزة من أعلى وألف مهموزة من أسفل وألف عليها همزة عائمة ولام ألف همزة إلى أعلى ولام ألف همزة إلى أسفل ولام ألف همزة عائمة. هذا اليوم تعلمناه وإن شاء الله بتتدربوا عليه، بتعملوا كذا كلمة وكذا جملة بها هذه الأحرف، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.